تعتبر حشرة البق من أصعب الآفات لمكافحتها نظراً لقدرتها على تطوير مقاومة سريعة ضد المبيدات الكيميائية، ويعتقد أنها قد طورت مقاومة لعدة منتجات حشرية على مر السنين، ويمكن لحشرة البق أن تعيش لفترات طويلة جداً دون الحاجة إلى تناول الطعام، بينما تعيش الحشرة البالغة لمدة أشهر، ويمكن لليرقات الصغيرة أن تبقى حية لعدة أشهر بدون تناول الطعام. كما أن حشرة البق تتكاثر بسرعة فائقة، فيمكن أن تضع أنثى البق ما يصل إلى 500 بيضة خلال حياتها، وهذا يعني أنه يمكن أن تزداد عدوانيتها إذا لم تتم مكافحتها بشكل فعال. وعلى الرغم من أنها تعتبر غالبا آفة ليلية، إلا أن حشرة البق ليست مقيدة بالنشاط الليلي فقط، قد يظهر نشاطها خلال النهار أيضا إذا كانت جائعة وتحتاج إلى تناول الدم. وتمر حشرة البق بعدة مراحل في حياتها، بدءا من البيض إلى اليرقة ثم إلى البلوغ، وتتضمن هذه المراحل تغييرات جسمية ملحوظة، حيث تكون اليرقات أصغر حجما وألوانها أفتح من البالغين. وتستهدف حشرة البق جميع الأشخاص بغض النظر عن النوع أو العمر، وتهاجم أي شخص يمكنها العثور عليه، مسببة له حساسية جلدية واحمرارا في الجلد وحكة شديدة. ويجب مراعاة أن حشرة البق هي آفة غير مرغوب فيها وتعتبر مشكلة صحية، لذا يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية منها والتخلص منها إذا ظهرت في المنزل. ومع ذلك هنالك بعض الأبحاث الجارية حول استخدام مكونات معينة من حشرة البق أو منتجاتها في البحث الطبي والصناعات الصيدلانية. على سبيل المثال البحث في الأنسجة الذكية، هناك اهتمام بالبحث في كيفية الاستفادة من خصائص البق لفهم الأنظمة الذكية والاتصالات الحيوية بين الأفراد، وكيفية تطبيق هذا الفهم في مجالات مثل الاتصالات بين الأجهزة الطبية داخل الجسم. البحث في المواد اللاصقة، تمتلك حشرة البق قدرة فائقة على الالتصاق بالأسطح بفضل هياكلها الجزئية والبيولوجية الفريدة. يعمل الباحثون على تطوير مواد لاصقة مشابهة لهذه الخصائص للاستخدام في مجالات مثل الجراحة والصناعة والأدوات الطبية. البحث في التنقل والروبوتات، يستخدم نموذج الحركة والتنقل لحشرة البق في البحوث المتعلقة بتطوير الروبوتات والأجهزة الذكية القائمة على الحيوانات للتنقل في بيئات معقدة. على الرغم من هذا، يجب أن يلاحظ أن الاهتمام بمكونات معينة من حشرة البق أو بخصائصها يتم بشكل محدود ومحدد لأغراض بحثية وتطويرية، وليس لديها استخدامات طبية شائعة أو معترف بها في العلاجات الطبية التقليدية. وكما ذكرنا سابقا، يمكن أن تسبب حشرة البق مشاكل صحية خطيرة تشمل حساسية الجلد وعدوى الجلد واضطرابات نفسية، ويمكن لها أيضا نقل الأمراض، حيث يمكن لحشرة البق أن تكون ناقلا لبعض الأمراض على الرغم من أن انتقال الأمراض من خلالها نادرا ما يحدث. كما أن حشرة البق تحتوي على مجموعة متنوعة من المواد البيولوجية في جسمها، وهذه المواد تشمل البروتينات، فهي جزء مهم من جسم الحشرة البق، وتستخدم البروتينات في بنية وظائف الخلايا والأنسجة داخل جسمها. كما أنها تحتوي على دهون وشمعيات في جلدها، وهذه المواد تلعب دورا في حفظ الرطوبة والمحافظة على بنية جلدها. وتحتوي أيضا على سوائل الهضم، حيث أن جهازها الهضمي يفرز سوائل هضمية لتحطيم الطعام الذي تمتصه من جلد فريستها، وهذه السوائل تساعد في تفتيت الجزئيات الكبيرة إلى جزئيات صغيرة يمكن امتصاصها. كما تحتوي حشرة البق على سموم، حيث أنها تفرز مواد سامة في لعابها، وهذه المواد قد تساعدها على تخدير جلد الفريسة أثناء التغذية. أما هيكلها البيولوجي فإنها تحتوي على هيكل بيولوجي خاص يساعدها على التحرك والالتصاق بالأسطح مثل المخالب والزوائد. ويلاحظ أن تركيبة جسم حشرة البق
يلعب دورا مهما في تكييفها مع بيئتها وأسلوب حياتها كطائرة ناقلة للأمراض ومستخدمة في الأبحاث العلمية لفهم تفاعلاتها مع البيئة والكائنات الأخرى. البعوض هي دويبة، قال الجوهري إنه البقة الواحدة بعوضة، والبعوض على خلقة الفيل، إلا أنه أكثر أعضاء من الفيل، له خرطوم مجوف إذا طعن به جسد الإنسان استقى الدم وقذف به إلى جوفه، ولذلك اشتد عضها وقويت على خرق الجلود الغلاظ. وقيل في كتاب العجائب هو حيوان على صورة الفيل في غاية الصغر، وكل عضو خلق للفيل خلق للبعوض مثله وزيادة جناحين. والبعوض إذا وقع على شيء فالبصر لا يدركه لصغره، هذا حال جميع بدنه، فكم تكون نسبة رأسه إلى بدنه، وكم تكون نسبة دماغه إلى رأسه. وقد خلق الله في دماغه القوى الباطنة الخمس، فلها الحس المشترك لأنها تمشي إلى الحيوان ولا تمشي إلى الحائط، ولها الخيال لأنها إذا طردت عن العضو عادت إليه لما عرف أنه محل الغذاء، ولها الوهم لأنها إذا أحست بحركة اليد هربت لأنها تعرف أن العدو قد قصدها، ولها الحافظة لأن اليد إذا سكنت عن الحركة عادت لمعرفتها أن العدو قد ذهب، ولها المفكرة لأنها إذا غمست خرطومها وهو أدق من الشعر فتمص به الدم وهو مجوف وتفعل ذلك مرارا. وقد خلق الله تعالى فيها قوة تضرب بها جلد الفيل والجاموس ينفذها فيها، والفيل والجاموس يهربان من البعوض في الماء، فهذا الحيوان مع صغره إلا أن عجائبه كثيرة، فسبحان من لا يعرف دقاق حكمته إلا غيره. ومن خواصه قالوا يؤخذ ثلاثة من البعوض وشيء من السمغ ويحبب ويجعل في كل حبة بعوضة ويبلعها صاحب حمى الربع يوم النوبة ولا يضع قدميه على الأرض فإن حماه تزول بإذن الله. وقال ابن سينا في كتابه القانون في الطب في فصل طرد البق أنه يدخن بنشارة خشب الصنوبر أو بالقلقديس أو بالشاونيز، والأجود أن يجمع بينهما، وكذلك التدخين بالآسي اليابس وبالكبريت، والتدخين بالمقل والشوكة المنتنة المسمات فونورا، والتدخين أيضا بأخثاء البقر، والتدخين أيضا بنبات الحرمل وموضوعا على الفراش كذلك، وبورق الصرو وجوزه. وقال وإذا رش البيت بطبيخ أصل الترمس نفع ذلك، أو بطبيخ الشاونيز أو بطبيخ الحرمل أو بطبيخ الأفسنتين أو طبيخ السذاب، والله أعلم.